هاي بيكتر الحديث عن قنديل البحر كل ما قرب الموسم الصيفي وكثرة مشاوير البحر، بس في كتير معلومات عن هالحيوان الغريب ما بنعرفها. في أنواع من القنديل بتقدر تضوي بالعتمة، وهالشي بيساعدها لاصطياد فريستها ولا تشتيت عدوها. القنديل عندها القدرة على الاستنساخ، فإذا تم تقطيعها بالنص قطع عنه القدرة لخلق كائنات جديدة. القنديل مصدر وحي للعديد من الاختراعات، ومن بين وسائل التنقل تحت الماء بسبب اعتمادهم القليل على الطاقة بحركة تنقلهم، وعم بيساعدوا كمان بمجال اختراع أساليب الطيران مثل ما عم بيصير اليوم بجامعة نيويورك. مين قال إنه القنديل ما عنده دماغ وإنما شبكات للأعصاب تتحسس التغيرات بالبيئة العايشة فيها؟ أنا قال شوفكم بكرة.